في قلب الكويت كان في واحد ملقب بغول الغلابة، بس ما كانش غول مخيف زي اللي في الأساطير، كان نصاب وشخص يبان جدع وابن بلد، بس افتكر ان دايما النصابين بيدخلوا نفس الدخلة دي ودايما بيستغلوا أمال الناس ويخليهم يحلموا أو يوهمهم بأشياء وهو بيعمل عكسها بالظبط. تعالوا معانا نتكلم عن واحد من أكبر النصابين اللي شغلوا السوشيال ميديا واللي نصب على المصريين والكويتيين، علي زايد المعروف بغول الغلابة، وكان معروف بلقب كبير على السوشيال ميديا وظهر على السوشيال ميديا ولبس وش الملاك ووراه كان وش معلم في فنون النصب. الرجل ده كان ليه شطارة عجيبة ان هو يقنع الناس ان عنده حالات مرضية خطيرة ويبدأ يحكي عن الناس المريضة دي، وعيونه كانت مليانة دموع، وكان بيطلع يعمل فيديوهات على السوشيال ميديا مع أطفال مرضى وعائلات فقيرة، وعلشان كده حساباته على السوشيال ميديا وصلت لأكتر من 1,000,000 متابع. بغول الغلابة كان بينشر قصص مؤثرة عن حالات مرضية وبيطلب فيها التبرعات من متابعينه، والناس تجمع وتحول له مؤمنين ان هو بيساعد في انقاذ حياة انسان، لكن الحقيقة ما كانتش كده خالص. للأسف غول الغلابة كان بينصب على الناس والملايين من المصريين والكويتيين، كلهم وقعوا في فخه وبدأوا يتبرعوا له بقلوب مفتوحة واموال كتيرة. لكن لما الفيديوهات كترت والحكايات زادت، زادت الشكوك حوله وابتدى الناس تدور وراه وتبحث وتكشف عن بعض التفاصيل الغريبة، وبعد بحث طويل ظهر ان غول الغلابة بيضرب فلوس التبرعات اللي بيجمعها بجيبه وملهاش اي علاقة بالعلاج او المساعدة اللي كان بيوعد بيها الناس، وبدل ما كانت الفلوس بتروح لناس محتاجة كانت بتروح ان هو يكبر صفحته على السوشيال ميديا علشان يعرف ينصب بشكل اكبر وياخد الباقي في جيبه يصرف بيه على نفسه ويسيب المرضى اللي كان المفروض يتبرع لهم بالفلوس عشان خاطر يتعالجوا. كمان لما قصته بعد تحقيقات مطولة انكشفت الحقيقة المرة، غول الغلابة مش بس نصاب، كمان اقامته في الكويت كانت غير شرعية. تخيلوا ان ده شخص عايش هناك بطريقة غير قانونية، يعني حياته كلها نصب في نصب، وبيستغل الناس وبيدعي انه انسان خير، والتبرعات اللي كان بيجمعها كان بيجمعها بدون اذن رسمي من الجهات المعنية في الكويت، وعلشان كده تم القبض عليه ومحاكمته. القصة دي مش بس فضيحة للنصاب ده، لكن كمان درس مهم لينا جميعا ان احنا نبقى واعيين ونتأكد من مصداقية اي حملة تبرعات او اي شخص يطلب مننا دعم.